كامل، مرحبا بالولاد ومرحبا باللي زارونا حديثا معنا بزاف بتفاعلكم مع القناة. الحمد لله هذا كتطور اكثر وتفاعلكم كي غادي وكيزيد والحمد لله. ما غادي تقدر تزيد القدام الا ما كنتوش نتوما مشجعينها بصفة عامة. اذا الوصفة ديالي اليوم هي عبارة عن طبق غداء من الالف الى الياء، يعني غادي نقدر تلقى فيها من الالف الى الياء، معليش صدقات شاعره. من غادي نديرو طبق ديال الدجاج بواحد الصلصه انا سبق ليا حطيتها في المدونه ديالي ومكسرت مع عجبات الناس، قلت غادي نديرها لكم بالفيديو وان شاء الله غادي نصايبها مع مرافقات ليها. وغادي ندير لكم واحد الدسير سهل حتى هو سبق ليا حطيتو وكانوا شي حوايج ما واضحينش فيه، اليوم ان شاء الله غادي نوضحو لكم مزيان والطبق متكامل غادي يعجبكم بزاف رائع. ندوزو نشوفو غادي تمشي على مرحلتين. بالنسبه للمرحله الاولى غادي نحتاجو في المقادير ديالها، اولا غادي نديرو الماء يغلي، غادي نديرو فيه جوج دريسات ديال الثومه، جوج ورقات ديال سيدنا موسى، وشويه ديال واحد الفلفله حاره، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. اذا غادي ناخذو الخضاز ديال الدجاج وجني وحاد وغادي نديروهم وغادي نخليهم يتسلقوا مده ديال 15 دقيقه. بالنسبه للمرحله الثانيه وهي اللي فيها المقادير، اذا غادي ناخذو واحد الياورت مسوس، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، نص كاس ديال عصير الليمون اولا مشروب فانتا، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الصوجا صلصه الصوجا، غنحتاجو جوج معالق كبار ديال صلصه الباربيكيو، غادي نحتاجو ايضا معلقه كبيره ديال الكاتشوب، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الموتارد، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الهريسه، غادي نحتاجو شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال البصل مجفف، ومعلقه كبيره ديال الثومه مجففه. نحتاجو ايضا معلقه صغيره ديال العسل. اذا غادي نحركوا هاد المقادير مع بعضياتهم وغادي نحصلوا على هاد الصلصه اللي فيها خليط من النكهات رائعه رائعه رائعه. اذا غادي ناخذوا الدجاج ديالنا من بعد ما دوز 15 دقيقه وهو كيتسلق، غادي هاد المرق ديال الدجاج غنستغلو، غادي نديرو فيه خزو وجلبانه وغندير فيه الرز وغنخليهم يتسلقوا حتى كينشف من الماء مزيان. بالنسبه لهاد الدجاج غادي نصفو في واحد الصينيه وغادي ندير ليه لاصوص ديالو مزيان وغندخلو الفران حتى كيطيب مزيان وكيتحمر وكنقدموه. اذا بالنسبه لوصفه البطاطا اللي درت مرافقه، فخدت البطيطا الصغيره نقيتها، درت ليها شويه ديال المعدنوس، اذا ثلاثه ديال الدريسات ديال الثومه محكوكين، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، والفلفل الحار، الفلفل الاحمر، والابزار، ولا سمحوا لي القزبر اليابس، وشويه ديال الملح، وغادي نخلطوا هاد المقادير بحال هكا مزيان، وغادي نديرهم في واحد المول ديال الفران مع مغطي بورق الطهي. غادي ناخذ شويه ديال الزبده، انا خديت المالحه وغادي نستفها شويه هكا باش تذوب ليا فوق ديك البطاطا، وغندخلها للفرن. في الكورجيت درتها مع زويته بلديه مع مليحه وثوم. الدسير خديت ثلاثه ديال الياورت بدون سكر، خديت معلقه كبيره ديال الزنجبيل المحمر، جوج معالق كبار ديال اللوز محمر وغير مقطع، معلقه كبيره الشوفان، جوج معالق ديال الزبيب، وغناخذ العسل غادي نحلي به وغادي نخلطوا هاد المقادير. ومن الافضل لو عندكم شويه ديال ما الزهر، انا ما عنديش حتى شي مدرزوش، فما الزهر كيجي رائع في هاد الوصفه. اذا غادي ناخذ شويه ديال العسل، غنحلي بالدرجه اللي كتعجبني الحلاوه، يعني غادي تحليو على حسب شحال كت. اذا هنا من بعد ما خلطتو غادي نديرو في كويسات وغادي نقدمو مع الغديوه ديالي بالصحه والراحه. هنايا قدمت الطبق ديال الدجاج مع الخضر والرز، وهنا هذا هو طبق ديال الدسير بالصحه والراحه. بجد نمشي نتغداو غنخليكم وغنسمح فيكم الا خطاكم. شكرا بزاف، نتمنى يكون الطبق عجبكم بزاف، ولا عجبكم دائما بارطاجوا مع صحاباتكم واشتركوا في القناه ديالي كوزين اسباس ليلى كامل. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله قريبا.